مينا بقى هيورينا. انا حاولت بس البتاع ده حساس جدا للجويستيك ده. ها خلاص اشتغل. اتفضل. اسمع شوية. هي الفكرة ان انا ما شغلتش كويس، ما شغلتش ال احنا قافلين السرينة صح؟ هنشغلها؟ لا 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 ما شغلهاش، شغل ايه؟ هتضرب المايكات. لا مش الكبيرة، مش الصغيرة. طيب. الصغيرة شغل الصغيرة ماشي. طيب. دي مقدور عليها تمام. السرينة التانية دي بتضرب صوتها رهيب جدا، ده علشان هو قرب من قطعة المعدن صح؟ بالظبط. هو كده قاري، كده هو قاري ان في ارجعه. ينفع اركنه انا؟ بص على مسؤوليه حضرتك. انا هجرب يعني بالراحه، ولو في. طيب منين بقى قول لي؟ من هنا. انا ما بعرفش العب بالبتاع ده، بلاي ستيشن اصلا مع ابني. قول لي بقى كده. ده بيرجع كده، ده بيرجع لورا. بس يعني بالراحه كده. اهو شفت بقى الاو بتوقف. الاو بتوقف كويس تمام. انا كده هقعد اركن فيه سنه. وبعدين نجيبه كده ازاي؟ يمين عادي برضو، يمين كده. بس الله 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 الله، بس بخمس انا. على فكره هو سريع الاستجابه جدا. ارجع لورا ازاي بقى؟ انا ظبطته كده حريف يعني، ما تقلقش. لورا كده واحده كده بالراحه. حاضر حاضر. والاو شفت حساس جدا. انت ممكن تسيب كده على فكره، يعني سائق يعني. الاو بقى قبل ما يرجع لنا ريل درايفر، بس كده. ده كده حلو قوي. اللابتوب ده بيفضل عليه؟ اللابتوب بيفضل عليه ان هو بيدي داتا لل. انا عجبني الموضوع ده. يعني ممكن نستبدل مستقبلا بمذر بورد اللابتوب. وكان عندنا الاوبشن ده، بس هو احنا بس كنا شايلين البورد نفسها من الروبوت. في حاجه كده اسمها راسبيري. الله الله الله، انا اسف. لا انا اسف، انا اسف خلاص. انا اسف خلاص، سيبه كده. ولا تعرف ترجعه انت؟